أعزائي الرياضيين، السلام عليكم. إذا ضع إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة، وهيا بنا بسرعة ندخل في التفاصيل. إن تشاهدون في هذا الفيديو موعد وتوقيت والقنوات الناقلة لنهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخب إسبانيا ومنتخب كرواتيا. وجاء تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية بعد ما فاز على المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، وتأهل منتخب كرواتيا أيضا إلى المباراة النهائية بعد ما فاز على منتخب هولندا بأربعة أهداف مقابل هدفين. كرواتيا إسبانيا الأحد 18 من يونيو على الساعة 7:45 بالتوقيت المغربي و8:45 بالتوقيت المصري. إذن فاينورد هو ملعب المباراة. أما بالنسبة للقنوات الناقلة إن شاء الله لمباراة النهائي، قناة بي إن سبورت بريميوم 1 الرياضية.